هنبتدي معاكم كمان باهم الاخبار واول المانشيتات اللي اتقالت عن النادي الاهلي من امبارح للنهارده في الجرايد. الاهرام، الاهلي يغادر لتونس غدا استعدادا لاياب نهائي دوري الابطال، يوصف علاقات الناديين تاريخيه ولن نسمح باثاره الفتن، والفائز باللقب عربي. الأخبار، الأهلي جاهز للسفر لتونس غدا بالقوة الضاربة استعدادا للترجي، التركيز سلاح كارتيرون للتتويج باللقب، ويوسف يؤكد على الاحترام المتبادل مع المنافس. الأخبار، رئيس وزراء تونس يطالب الترجي بحسن استقبال الأهلي، الأمن التونسي يوافق على حضور 60,000 متفرج لمباراة إياب النهائي الأفريقي. الجمهورية، التدريبات مغلقة في رادس، الخطيب يؤجل علاجه ويترأس البعثة لتونس. المسا، من أجل اللقب التاسع، الخطيب يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز في التدريبات. دستور تأمين الأهلي، السفارة المصرية في تونس للأحمر، ادخلوا رادس آمنين، 60,000 متفرج في مباراة الإياب، تشديدات أمنية في الفندق، محمود الخطيب يترأس البعثة ومحاولات لتجهيز فتحي. الأخبار المسائي، الأهلي بيجهز، الفريق يستعد لموقع ترادس، وكارتيرون يستقر على الخطط البديلة. مجلة الأهلي بإذن الله في تونس 9 يوم 9، التتويج في رادس، وإن شاء الله هنكسب، قربنا والجمعة معاد فرحتنا. القارة الحمراء ترقص فرحا باقتراب عودة الأهلي للعرش الأفريقي. بطل أفريقيا يواجه الفائز من العين الإماراتي وبطل الأقيانوس، الأهلي يأمل في كسر عقدته مع مونديال الإمارات. مجلة الأهلي، إكرامي قبل السفر لتونس، خبرات الأهلي كافية لحسم اللقب الأفريقي في رادس. عاشور مسمار خط الوسط، مباراة العودة صعبة والأهلي لن يفرط في الكأس. مجلة الأهلي، رقم قياسي مصري وأهلاوي جديد، عاشور 150 مباراة أفريقية مع الأهلي.